اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على ان شاء الله المشوار الافريقي ومباراه النادي الاهلي مع الترجي ان شاء الله في مباراه الذهاب في تونس، ومباراه مهمه جدا ان شاء الله. كل الثقه في لاعبتنا زي ما قلت لحضراتكم، ان شاء الله بعثتنا هتسافر يوم الاربعاء، التدريبات على اعلى مستوى، التجهيز على اعلى مستوى سواء على المستوى البدني او على المستوى النفسي. كمان البدني كمان زي ما حضراتكم عارفين واتكلمنا قبل الفاصل، النادي الاهلي لعب يمكن اربع مباريات في حوالي 10 او 11 يوم، كانت كلها مباريات قويه الحقيقه، وقدر النادي الاهلي يحصد العلامه الكامله. كل التوفيق لنادينا. عندنا كلام كتير قوي النهارده، عندنا النهارده ضيفنا الناقد الرياضي محمد الليليس هيكون موجود معانا، نتكلم زي ما قلت لحضراتكم على الدوري الانجليزي، هل سيحسم المان سيتي او الارسنال الدوري الانجليزي؟ هنتكلم على الهبوط في الدوريات الخمس الكبرى، دوري الابطال زي ما قلت لحضراتكم، والدوري كمان نهايه دوري اليوروبا ليج، وهنتكلم كمان على الظاهره لهذا الموسم في الكره العالميه تشافي الونسو مع باير ليفركوزن والحصول على الدوري، وهو موجود ايضا امام اتلانتا في نهائي اليوروبا ليج. تعالوا مع حضراتكم نشوف بعض الاخبار، عندنا اخبار كثيره النهارده، وهنبدا اخبارنا يمكن من خلال الشكل الافريقي. يعني من اول خبر عندنا، الفيفا بيعلن لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لمنتخبنا، بيعلن عن الحكام. النهارده اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اسناد مواجهه مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات الجوله الثالثه بالتصفيات ان شاء الله المؤهله لكاس العالم 2026. حكام من كينيا بقياده وريارو كاموكو، ده يعني هيكون حكم لهذه المباراه، بيعاونوا المساعدين جيلبرت وتشيرسو وصامويل كوريا، والحكم الرابع ميسيمبا نيجوارو. اعلن الفيفا اختيار الحكم السوداني محمود علي اسماعيل لقياده مواجهه غينيا بيساو والمنتخب المصري، ده كان هيبقى في الجوله الرابعه بالتصفيات المؤهله ان شاء الله لكاس العالم 2026. بيعاون اسماعيل المساعدان الكاميروني نوبوي والكيني ستيفن اوتياجو، والحكم الرابع السوداني صبري محمد فاضل. طبعا شفنا يمكن الحكم كاماكو في مباراه الزمالك ضد نهضه بركان، وكمان الحكم ده لو حضراتكم تفتكروا كان حكم مباراه مازيمبي وشباب بولزداد للنادي الاهلي في البطوله دي، وكمان حكم مباراه مصر والمغرب في نهائي افريقيا تحت 23 سنه، واللي كان يمكن اتطرد فيها لاعبنا المصري محمود صابر.